الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. الله الله الله. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد. ما شاء الله. ولا مولود هو جاز هو والده شيئا. الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. الله أكبر. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن جميل. ما شاء الله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله أكبر. إن الله عباده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث. الله الله. ويعلم ما في الأرحام. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن جميل. قرأت بنغمة حزينة. قرأت بنغمة حزينة وهو مقام رفيع أيضا. يخبر الصادق المصدوق أن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن به، ومن إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. هنيئا لك ووفقك الله. ومعا نستمع إلى الأخت سميرة لطفي، ماذا ترين في هذه القراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه من مظاهر العناية بترتيل القرآن الكريم تحسين الصوت وتجميله حال تلاوته، ويدخل في ذلك التغني به وتحزين الصوت والتخشع به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قراءتك شيماء نحس السكينة تتنزل معها، فكانت قراءة متقنة مجودة. وفقك الله وابقي على هذا الدرب وإياك أن تحيدي. شكرا، شكرا أستاذة سميرة. وتفضلي الأخت شيماء ثم